بالنسبة للزفاف، هو الموضة دلوقتي الكبير مع التطريزات، دي أحدث حاجة دلوقتي طالعة. في ناس بتميل للحاجات السامبل، هي أكتر ناس بتحبها، بس التطريزات هي دلوقتي اللي طالعة موضة. الحاجات بقى التفصيلة القصة، في حاجات منفوشة كده يعني، بحب الحاجات المنفوشة هو أنا، المنفوش واللي طاير والدرابيهات والحاجات دي دي طالعة كلها. موضة، دي بتليق على اي جسم يعني. اعرف مثلا ان درابي لو حد عنده بطن شويه، فلو في درابي عند لا، منطقه مش بتليق البطن على اي دي جسم. بتخبيها. هو يعني مهنه الديزاين عامه المفروض ان الديزاينر الشاطر يبقى فاهم شويه الديفوهات اللي في الجسم. الديفوهات ويحاول يداريها، ما يبرزهاش اكتر. يعني ما ينفعش حد واحده عندها بطن شويه تعمل درابي واقف، يعني ممكن الدرابي نايم ويبقى خفيف شويه ما يبقاش كتير، ده تمام. بالنسبه لها هيبقى هيداري البطن وفي نفس الوقت مش هيبرز. انما ما ينفعش حد مثلا او حد عنده جناب تعمل اللي هو بيبقى منفوش من الجنبين ده. ما ينفعش، هيظهر لها اكتر الدنيا. صحيح. فهي المفروض ان ديزاين شاطر ان هو يداري شويه الديفوهات، يحاول يظبط الجسم بحيث ان هو في الاخر يطلع